تعالوا بقى نرجع مره تانية لمباراه الامس بين النادي الاهلي والبنك الاهلي، وتعالوا نعمل مع بعض قراءه تحليليه وتحليل لاداء الفريق سواء النادي الاهلي او البنك الاهلي. معانا على التليفون دكتور احمد بيومي، محلل الاداء بقناه الاهلي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، اهلا بيك. صباح الفل عليك يا استاذ كريم. صباح الفل عليك. حضرتك يا فندم كله تمام؟ حضرتك سامعني يا فندم؟ اه كده سامع حضرتك. اهلا بيك، صباح الفل عليك. وعايزين نعرف بقى من حضرتك، وخصوصا ان انت دايما كلامك معانا لا يخلو من النسب والاحصائيات والنوع ده من امورك، كيف رايت مباراه الامس؟ طيب يعني خليني برضو لو هنتكلم على مباراه امبارح، قبل ما نتكلم على الارقام بتاعتها، يعني حاله الزعل اللي موجوده عند الجمهور الاهلاوي، هو الاهلي ما خسرش ماتش او ما خسرش بطوله، ولكن يعني دي الضريبه اللي الاهلي بيدفعها، انه هو اللي عودنا على كده، هو اللي عودنا ان احنا دايما بنكسب، هو احنا دايما بنحقق بطولات، فيعني لازم نكون مقدرين النقطه دي. بس لو جينا استعرضنا برضو الارقام، هنلاقي ان نسبه الاستحواذ عند النادي الاهلي 73% مقابل 27%. التمريرات والتمريرات الصحيحه، الاهلي امبارح عامل 773 تمريره، منهم 667. يا جماعه الارقام دي، يعني الارقام دي احنا اول مره نشوفها من زمان جدا. يعني الارقام دي لو جينا بصينا على الدلاله بتاعتها، الاهلي ممكن واحد يقول لي لا انت كده، ما انا انت كده مهما كنت مستحوذ انا ما استفدتش بالاستحواذ ده. ما هو في ناس دايما يا دكتور احمد وجهه نظرها في النهايه ان العبره بالخواتيم مش بالنسب والارقام. دي رؤيه ووجهه نظر البعض من المشجعين. صح. طيب خلينا نقول ان الخواتيم دي برضو مرتبطه برقم تاني. ايه الرقم التاني اللي احنا عايزين نقول عليه؟ اللي هو الفرص اللي الاهلي عملها. الاهلي عامل 11 فرصه على المرمى، يمكن احنا عندنا فيديو ممكن نستعرضه برضو بياكد النقطه دي. انت عامل 11 فرصه على المرمى، لو كانت فرصه واحده بس، فرصه واحده كانت فعلا كان فيها توفيق، او كان عندنا تركيز في حته انهاء الهجم اللي هو الفينشنج بتاعنا، كان ممكن فعلا مجريات المباراه بالكامل تتغير. يعني اللي احنا عايزين نقوله ان الاستحواذ بتاعنا او التمريرات اللي احنا عاملينها ما كانتش في ملعبنا، احنا طول الوقت موجودين جوه ملعب الخصم. يمكن برضو احنا عندنا يعني في صورتين بيوضحوا النواحي التحليليه في حته الاستحواذ. احنا موجودين يعني عندنا النهارده 25 نقطه فيها استحواذ، منهم 23 جوه ملعب الخصم. النهارده انت عامل 773 تمريره، منهم 516 جوه ملعب الخصم بنسبه 67% من التمريرات دي جوه ملعب الخصم. يعني اللي عاوزين نقوله ان الاستحواذ والتمريرات اللي الاهلي كان عاملها ما كانتش تمريرات سلبيه اطلاقا، ولكن هو اللي احنا ممكن نترجمه ونقوله احنا ما كانش عندنا توفيق في انهاء الهجمه، عدم او التسرع او عدم التركيز لبعض اللاعبين في انهاء الهجمه، ولكن الملخص انت ما كانش عندك اي سلبيه خالص، انت كنت موجود بايجابيه على المرمى، وكان عندك هدف فيه شك كبير، ويمكن في بعض الحكام قالوا ان هو هدف صحيح. فانت النهارده لا، انت النهارده كنت موجود جوه الماتش في حته. فعايزين بنرد على حته الراي اللي بيقول ان العبره بالخواتيم، وان البنك الاهلي هو قدر يوصل للنقطه، هو قدر يوصل للنقطه لو الاهلي فعلا ما كانش قادر يعمل محاولات على المرمى، ولكن الارقام بتقول ان انا عندي 11 فرصه بالكامل، كان ممكن فرصه واحده بس منهم تغير مجريات المباراه. طيب دكتور احمد بصبح على حضرتك، وعايز اروح معاك سريعا كده لبعض الاراء اللي اتكتبت من بعض الناس ومن بعض المحللين ايضا والنقاد الرياضيين. يعني البعض قال مثلا يمكن نزول وليد سليمان من بدايه المباراه ربما تكون خطا، البعض قال لسه يمكن والتر بواليا مش في يعني اتم استعداده ان هو كان يشارك بهذا الكم. يعني خليني افهم من حضرتك برضو ونرد على الحاجات اللي زي دي اللي بتتقال. طيب احنا خلينا نقول ان في نقطه وليد سليمان ان هو ينزل المباراه، اكيد اكيد ان الجهاز الفني اكيد رجع للجهاز الطبي، واكيد اكد على سلامه اللاعب. يعني برضو الجهاز الفني يعني انا طبعا مش هقدر اجزم في النقطه دي، ولكن هو اكيد رجع للجهاز الطبي، واكيد رجع للاعب، واكيد ابدى جاهزيه اللاعب انه ينزل من بدايه المباراه. تمام. بالنسبه للاعب بولتر بوليا، هو اوريدي اللاعب جاي عليه جاهز، وكان اوريدي محقق جايب 3 اهداف قبل ما يدخل في النادي الاهلي في مجريات الدوري العام السنه دي، فهو اوريدي يعتبر جاهز، مش لعيب لسه ما كانش بيلعب او ما كانش جاهز او ما كانش في فتره اعداد، لا اللعيب من المفترض انه كان جاي جاهز، وارقامه بتدل على ده. وبرضه احنا في فتره
في اي لحظه عندك في الفريق بيحصل اصابات في فتره طبعا عصيبه على العالم كله، حته الاصابات بكورونا، فلازم المدير الفني بيعمل حته الروتيشن، فلازم يبقى كل لعيب عندي جاهز، فلازم محمد شريف جاهز، لازم والتر بواليا يبقى جاهز، فانا ما ينفعش لعيب هو اوريدي جاي ومحقق ثلاث اهداف قبل ما يجي النادي الاهلي مباشره ان انا ما انزلوش، لان انا معرض في اي لحظه. انت داخل النهارده على بطوله كاس العالم للانديه، لازم كل اللعيبه عندي تبقى جاهزه عشان اعرف انا هشارك بمين، فالروتيشن موجود. طب يمكن امبارح البنك الاهلي برضو كان حريص ان هو يكون بيدافع بشكل اكبر من ان هو بيهاجم، يبقى ده كان واضح، وكمان التكنيك او التكتيك اللي كان معمول على فكره هنا صد برضو الكرات من تقريبا علي معلول تحديدا، احنا شفناها برضو الحصار اللي كان موجود يعني، فخلينا نفهم من حضرتك النقطه دي برضو. بالضبط، التصويبات احنا النهارده امبارح عاملين 25 تصويبه على المرمى، منهم اثنين داخل الثلاث خشبات، ولكن ده مش معناته ان ال 25 بعيد عن الثلاث خشبات، لا، ال 25 كوره اللي احنا شطناهم على المرمى كان في كرات حصل فيها بلوك او كوره كانت قريبه جدا من المرمى، فاللي عايزين نقوله ان الاهلي، لا، الاهلي عامل محاولات كتيره جدا على المرمى، هو كان ينقصنا فقط التوفيق في حته انهاء الهجمه. طيب احنا لما استعرضنا الارقام دي كلها، هل ده معناته ان احنا ما بنقولش فيه سلبيات؟ لا طبعا، الاهلي على فكره في المباريات اللي بيكسب فيها اربعه وبيكسب فيها ثلاثه بيبقى لازم برضو بيكون فيه سلبيات على فكره. وامبارح يمكن في الاستوديو التحليلي كباتن مصر في التحليل ظهروا السلبيات دي وطلعوها بكل حياديه على فكره، وكانوا يعني من ضمن السلبيات اللي قالوها حته التركيز لبعض اللاعبين في انهاء الهجمه، اللي كان الاهتمام يمكن احنا امبارح عرضنا في الاحصائيه قلنا ان من نقط ضعف البنك الاهلي العرضيات، لان هو الخمس اهداف اللي دخلوا فيه خمس اهداف من العرضيات، واحنا امبارح فعلا علي معلول عمل ست عرضيات، ما قدرناش ان احنا يبقى في تمركز سليم داخل ال 18 نتيجه الكثافه العدديه اللي قايم بيها البنك الاهلي، ان احنا نقدر نترجم العرضيات دي لاهداف. يعني انا شايف ان حضرتك دكتور احمد يعني عايز نرجع برضو للتفصيله دي، حضرتك شايف مبدئيا تعالى نمشي مع بعض واحده واحده، ان امبارح كان عندنا مشكله في ان خلنا التوفيق مش ان عندنا مشكله في الفينيشنج، بدايه كلام كده. طيب البعض من الناس كمان شاف ان حتى اختيار الملعب ده بالتحديد في الماكس يعني ساعد البنك الاهلي على التكتل الدفاعي بشكل خانق لعيبه الاهلي، فبرضو الى اي مدى نقدر نقول ان الكلام ده مظبوط؟ هو كابتن محمد يوسف كان واقعي جدا في انه يبقى عارف امكانيات فريق لعيبته وعارف امكانيات النادي الاهلي، وكان شايف ان دي الطريقه اللي فعلا المثلى ان احنا انه يقدر يواجه الهجوم اللي بيقوم بيه الاهلي العاليه جدا واستحواذه العالي جدا الايجابي، وكان عارف ان دي امكانياته عشان يقدر يواجه النادي الاهلي، كان فعلا عامل الدفاع اللي هو مقرب خطوطه جميعا من بعضها عشان يقدر يواجه وساعد فعلا. بمناسبه كلام حضرتك، الملعب استاد الماكس اصغر بكتير من استاد برج العرب او استاد القاهره او استاد وي، ففعلا ده فعلا ساعد انه يقدر ينفذ التكنيك اللي هو عاوز او الهدف من المباراه اللي هو عايز يخرج بيه. تمام، يعني دكتور احمد احنا هنتابع برضو مع حضرتك، وبنشكرك جدا على هذه المتابعه والتحليل كمان، شكرا ليك دكتور احمد بيومي.